فخر أبي وهواها يجري في دمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها. السلام عليكم. وعليكم السلام. إلى أين تذهبين؟ إلى مدرسة راجا. لماذا؟ الذي حصل اليوم؟ ديسمبر 18 يوم العالم اللغة العربية. نعم، لذا هناك برامج متعلقة بهذا اليوم. أحسن، هيا نذهب إلى مدرستنا إن شاء الله. مرحبا مرحبا يا عربية، أهلا وسهلا يا عربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللغة العربية ركن من أركان التنوع الثقافي، إنها واحدة من أكثر اللغات الانتشار في العالم، يستخدمه يوميا أكثر من 290 مليون شخص. يتم الاحتفال باليوم العالمي للغات العربية كل عام في 18 ديسمبر. جمعية العامة للأمم المتحدة العربية المعتمدات السادس مسؤول اللغة منظمة تقدمات التكنولوجي والاستخدام مكثف اللغات العربية. مثل الإنجليزية والفرنسية في العديد من تغييرات في الاستخدام اللغة العربية على نحو متزايد، تحل هذه اللغات أجنبية محد اللغات العربية في كل من التواصل اليومي وفي المجال الأكاديمي، بالإضافة إلى ذلك يتم استخدام اللغات العربية الفصحى بشكل أقل، حيث يختار المزيد من الناس استخدام ديالكتك العربي المحلي. بسبب هذا تحول هناك حاجه متزايد للحفاظ على سلامة اللغات العربية الفصحى من خلال جعلها متوافقة مع متطلبات المشهود للغوية متغير اليوم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوتم ربي أيام.